السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أقدم لكم طريقة تحضير غراتان أو طبق اللازانيا. فعلا المذاق ديالو رائع جدا ومذهل وسهل أنكم تطيبوه، خصوصا في هذا الوقت فصل الشتاء. أتمنى أنكم تتابعوا الفيديو إلى الأخير وتشاركوا معي الفيديو وتبارطاجوا معي إذا عجبكم. أيضا إذا كان عندكم أي تعليق فالمرجو وضعه في علبة التعليقات. نكمل الفيديو. بالنسبة لصلصة اللحم المفروم، نضيف في مقلاة ملعقة كبيرة من زيت المائدة، ثم نضيف عليها البصل بالنسبة للعطرية فنحن نحتاج إلى القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود، ثم نضيف القليل من الربيع أو القزبر والمعدنوس. نترك البصل يتقلى جيدا. إضافة القليل من مركز الطماطم أو ملعقة كبيرة من مركز الطماطم. نقوم بخلطها مع الخليط. عندما يدبل البصل نقوم بإضافة القليل من اللحم المفروم. نقوم بالتحريك حتى نحس بأن اللحم المفروم والبصل قد طهيا بشكل جيد. بالنسبة لمن يسألون عن مكان تواجد أوراق لازانيا، فهي توجد بالمحلات التجارية الكبرى وثمنها حوالي 22 درهم. بالنسبة لصلصة البيشاميل فنحن نحتاج إلى علبة دامتي ونصف لتر من الحليب. نقوم بإفراغ الحليب في إناء، نصف لتر حليب. ثم نضيف له بودرة البيشاميل، نقوم بخلطها ووضعها فوق نار هادئة، نحركها حتى الغليان ونتركها تغلى لمدة دقيقتين. لسلق البطاطس نقوم بمعكها بفرشاة، ثم نضيف لها ملعقة صغيرة من المايونيز وبيضة كاملة، ثم نقوم بدمجهم. بسم الله نبدأ على بركة الله. بعد أن قمنا بدهن المول بالقليل من الزبدة، نأخذ بعض أوراق اللازانيا ونضعها في ماء دافئ على هذا الشكل مدة دقيقة، ثم عندما نحس بأنها أصبحت رطبة نقوم بوضعها فوق ثوب لكي تنشف. الآن نبدأ بوضع طبقات لازانيا وأوراق لازانيا في المول ليكون حاضرا كي لا تنكسر. بعدها نقوم بوضع طبقة ثانية من البطاطس المسلوقة. للملاحظة فقط قمت بإضافة القليل من الملح في البطاطس، ثم أقوم بوضع طبقة ثالثة، طبقة اللحم المفروم مع البصل، وأقوم أيضا بإضافة الطبقة الرابعة صلصة البيشاميل. ثم الطبقة الأخيرة وهي طبقة الجبن المبشور. وأعيد نفس الطريقة. بالنسبة أقوم مرة ثانية بوضع أوراق اللازانيا وأضيف البطاطس، اللحم المفروم، البيشاميل المتبقية، ثم الجبن المبشور المتبقي.
نقوم بوضع غراتان لازانيا في الفرن على درجة 180. إذن فوالا لازانيا بعد ما طابت وتحمرت من الفوق كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعة ولذيذة، وبحال مع الفرماج اللي فوق منها كتجي زوينة بزاف، حتى في المذاق كتجي هائلة. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وهذه الوصفه ايضا يمكن تقومي باعدادها خلال وجبه العشاء او الغداء، يعني رائعه خصوصا في هذا الفصل. نتمنى ايضا اذا عجبكم هذا الفيديو توضعوا لايك، وايضا اذا كنتم لاول مره تزورون القناه فالمرجو الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو مع الضغط على الجرس الموجود جانبه ليصلكم كل جديد. وايضا اذا كان عندكم اي تساؤل او اي اقتراح فالمرجو وضعه في علبه التعليقات. والى اللقاء والى الملتقى.